تحديد 9 نقاط، فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. فتانية بتلعب الارسال، نقطة مباشرة، ايس ايس بتجيب النقطة 19. هي سعيدة تتانية بالنقطة، وهي من اللاعبات المتميزات في النادي الاهلي، وجابت مع النادي الاهلي بطولات الموسم الماضي، وما زالت مستمرة مع النادي الاهلي، تعتبر نفسها اهلاوية صميمة. نقطة تانية للنادي الأهلي، إيس تاني، النقطة 20 النادي الأهلي، جابت النقطة رقم 7. مي غزال إرسال، إيس النقطة الثامنة، 8 الأهلي، 2 هليوبلس، 8 النادي الأهلي، 2 نادي هليوبلس. وأدي أهو بيعيدها تاني مخرجنا، 14 نقطة فارق لصالح النادي الأهلي. رماز على الإرسال، يلا يا رماز، تلعب ارسال قوي، استقبال برضه وقعش من لاعيبه نادي هليوبلس خارج الملعب، والنقطه 23.